جاءت إفريقيا كإحدى الساحات التي ينعكس عليها ما يجري من تنافس غير مسبوق بين القوى الدولية الكبرى لكسب النفوذ في إطار لعبة إعادة رسم ملامح نظام عالمي جديد تسعى فيها روسيا والصين على وجه الخصوص إلى كسر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية فيه. وقد جاء هذا التنافس على مد النفوذ بقوة عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أوائل العام الماضي، ليصبح الأمر كما لو أن القوى المتصارعة فوق الأرض الأوكرانية تريد نقل صراعها إلى بؤر جغرافية جديدة لا سيما في القارة السمراء. وقد عقدت واشنطن وموسكو وبكين قمما متتالية مع الدول الإفريقية، وكل طرف يقدم عروضه السخية لجذب قادة القارة إلى صفه، لكن في لحظات معدودة ما يبدو أنه نعمة قد يتحول إلى نقمة. فما إن جاءت الأحداث في النيجر حتى بدأت الدول تلوح بتدخل عسكري، وعلى رأس تلك القوى فرنسا صاحبة النفوذ التقليدي في إفريقيا جنوب الصحراء. ثم جاءت الأحداث في الجابون كذلك على غرار ما حدث في النيجر لتكشف حجم الصراع داخل القارة التي لديها كثير من الإشكاليات والمعاناة، حتى اعتبر بعض المراقبون أن للدب الروسي مصلحة في تلك التغيرات الراديكالية والدراماتيكية، والبعض يشير بأصابعه إلى مجموعات فاغنر. الحقيقة تقول إن التنافس على القارة سابقاً خلف عقوداً من التخالف والصراع والحروب، بدلاً من أن يكون فرصة أمام الدول الأفريقية للمناورة السياسية وتحقيق أكبر قدر من المكاسب. لكن السؤال الآن في ظل التنافس الجديد على القارة، هل سنكون أمام نفس السيناريو أم أن الأفارقة فطنوا الدرس؟